السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بقى سلسلة الحلقات اللي قلنا نتكلم فيها على تاريخ الإقامة والعيش في المملكة العربية السعودية لمدة أكثر من 25 سنة، أكثر من ربع قرن في المملكة العربية السعودية. طبعا أنا أول ما تخرجت من هندسة، يعني طبعا تخصص كهرباء باور، اشتغلت طبعا هنا في مصر، وبصراحة ما كانش في ذهني خالص ولا في تفكيري ان انا اسافر اي دولة خليجية، يعني لا السعودية ولا غيره، ولا كنت ببحث على هذا الامر في بداية حياتي. يعني اشتغلت، اول ما اشتغلت في شركة اسمها شركة الدواجن بإسماعيلية، قعدت فيها سنة تقريبا. اتعلمت فيها في البداية شوية حاجات عمل يعني كهرباء طبعا، بس مستوى ليفل صغير بسيط يعني، بس كان حلو ده ليا ان هو فرق بين الجامعه الكليه الدراسه الاكاديميه والدراسه العمل او الخبره العملي، فكان بالنسبه لي خطوه حلوه. وبعد كده اشتغلت في مصنع بقى في دوكو هنا في اسماعيليه للصناعات الغذائيه مستوى تاني، واشتغلت في محطه كهرباء بسلطان ستيم باور ستيشن مستوى تالت. المهم قعدت حوالي 8 سنين شغال هنا في مصر. بعد الثمان سنين بقى بدات جت في دماغي فكره ان انا، يعني حد من زمان يتكلم في سفر، في يعني ناس طالبين مهندسين بتاع، فانا رفضت. وبعدين بعدها بفتره جات لي في دماغي مسافر يعني. المهم سافرت، تقريبا كان اول سفريه ليا سنه 94 1994. فطبعا طبعا زي كل الناس بتقدم من خلال الاعلانات اللي بتيجي في الجرايد، جريده الاهرام الجمعه بالذات بتنزل فيها الاعلانات. قدمت مكتب مش فاكر، نسيت اسمه طبعا، مش فاكره من زمان. المهم فروحت وبتاع، عملت مقابلة وقابلونا، كان في مجموعة مهندسين كتير مقدمة وبتاع. بس المفارقة الظريفة اللي افتكرها في العملية دي، ده أول موقف ليا يحصل لي في موضوع السفر يعني. فبعد ما جيت وجابوا لي التأشيرة وبتاع، فسألت الناس اللي هنا كان رايح فين وكده، فقالوا لي أنت هتروح تشتغل في مدينة في حتة اسمها نجران السعودية. طبعا أنا معرفش حاجة عن السعودية نهائيا، يعني المملكة العربية السعودية ولا البلاد المحافظات ولا أي حاجة. اول ما سمعت كلمة نجران دي عمري ما سمعت عنها، انا اعرف جدة مكة الرياض الدمام المدينة، ايه نجران؟ فقلت للراجل ايه نجران دي، فهو لقاني مستغرب جدا بتاع، انا كنت اصطب مش فاهم ايه نجران دي. فقال لي لا دي بين مكة والمدينة، بين مكة وجدة. قلت له اه تمام كده تمام، نجران بين مكة وجدة، حكتني انا اعرفهم، فجدة ومكة بينهم حاجة يبقى جميلة، قريب من مكة بقى واعمل عمرة وكده. فخلاص وافقت يعني. فطبعا رحت بقى، قال لك لا ده هتسافروا بري، تروحوا السعودية بري، نركب من هنا باص ويروح على النويبع، ومن النويبع على العقبة الأردن، ومن العقبة الأردن تخش السعودية كاملة. فقلت له لا أنا مش هروح بري أنا، طيب أنتوا بتقطعوا لي التذكرة كام مثلا، مبلغها كذا، طب أنا مش مشكلة آخد المبلغ ده، أنا هكمل عليه وآخد أحجز طيران وأسافر أنا. قال لي لا يمكن، انتوا ده كل ده في مصر طبعا، انتوا اصلا رايحين مجموعه وفي فوق في ناس مسؤوله عنكم رسمي وبتاع، ما يقدرش تتخلف عنه. قلت خلاص بقى يعني انا مش هقدر اتخلف عن المجموعه دي وبتاع وكده. فقلت خلاص يعني، روحنا ركبنا الباص وكمان نزلت من اسماعيليه للقاهره، ومن القاهره ركبنا الباص ودانا على سينا، ورحنا نويبع، وبعد من نويبع على العقبه في الاردن، ومن العقبه دخلنا على جمرك الدره اللي على حدود السعودية، ومشينا طبعا الأردن فوق في الشمال، شمال السعودية فوق خالص يعني. دخلت من القاهرة إسماعيلية سينا كلها، ورحنا عدينا البحر ورحنا الأردن، الأردن دخلنا من العقبة على الدرة بتاعت السعودية، شمال السعودية، قمة شمال السعودية. ونجران دي فين بقى؟ طبعا اكتشفت بعد كده، اكتشفت نجران دي جنوب السعودية. تخيل بقى بتاخد السعودية كلها من الشمال للجنوب بالطول، وهي هي طولية. مشينا طبعا على حدود ساحل البحر الاحمر على طول يعني. طبعا خدت السفر من مصر للسعوديه بري حوالي يومين يعني، او يوم ونص يعني. فده كان اول موقف ليا حرب ومأساة وبتاع. فطبعا نزلت نجران، انا افتكر اليوم ده، وبالليل وصلت بالليل، فبتصل بالناس اللي هم يعني المفروض بيستقبلوني كده، فاسمع البلد هاديه والعربيات ماشيه، عربيات كتير بس ماشيه ملهاش صوت، وما شاء الله ما شاء الله السعودية يعني العربيات هنا فيها طالعة من المصنع لسه عربيات زيرو، ومفيش ما تسمعش صوت عربية خالص ولا تسمع حاجة، والدنيا هادية وكل الأصوات مفيش. كنت سعيد جدا. لما نمت وقمت تاني يوم الصبح، أتاري كانت ودني مسدودة من الطريق،
الطريق طبعا بتطلع جبال، يعني عندك لا مش طائف، اللي هي ابها، مفترين ابها، وبعدين خميس مشيط ومش عارف ايه، تطلع وجبال وتنزل جبال حوالي 2 كيلو فوق و2 كيلو تحت، وتنزل وبتاع مع الطريق اليوم ده ولا يومين ونص دول ولا يومين، ودني اتسد، حصل ضغط في ودني فتسدت يعني، فكنت سامع مفيش صوت، فكنت فرحان. تاني يوم اتفاجئت بقى بالاصوات عاديه يعني، فدي من ضمن الفقرات. فاول طبعا مقلب وفصل وموقف سخيف خدته من المكتب السفريات اللي هو في مصر، لانهم بيخدعوا الناس كتير جدا طبعا، خدعني وقال لي كذا، وانا كنت ممكن ادفع التذكره واسافر اجي طيران ورايح نفسي، هو رفض اساسا ليه مش فاهم. فده اول موقف يعني. ف المهم كان طبعا قبل ما اسافر كنت بسمع قصص كتير جدا من ناس صنايعيه وناس عمال وناس موظفين يروحوا السعوديه ويرجعوا، ومعظم الحكاوي اللي كنت اسمعها ما هياش مشجعه يعني ومضايقين، ومنهم كان على الاخص كنت اسمع ناس يعني بينقض ومتضايق من ان السعوديه بلد مقفوله، يعني البلاد مقفوله والاسر وبتاع، وان ما فيش اختلاط وما فيش الناس المتبرجه، ما فيش بتاع، هم متضايقين من الكلام ده. انا بالنسبه لي كانت اسم كلام لو كنت سامعه كنت بقول دي حاجه جميله، ميزه يعني، ان مفيش اختلاط، مفيش عوري، مفيش ناس بشعرها، مفيش ناس لابسه قصير. ففعلا رحت لقيت ان الجو كان مناسب ليا جدا جدا، وبعدين في السعوديه هناك النظام اسري زاد عن اللزوم ممتاز يعني، او مش زاد عن اللزوم، اسري يعني بدرجه عاليه جدا جدا ممتازه. لو انت عايش هناك باسرتك بتعيش مرتاح ومستمتع في امان، في امن وامان عظيم صراحه يعني، وما فيش بقى حد يقدر يعني يضايقك او ان هو مش يتحرش يعني ان هو يزعجك او حاجه، لا لا لا. والستات هناك والنساء هناك بصراحه يعني قانون ووضع البلد في يعني في عفه وحفظ، حفظهم بطريقه طبيعيه عاليه قوي قوي وكده. فطبعا كامل كان بيتقال والناس متاذيه من ان منغلقه، وان متاذين ان بساعه الصلاه بيقفلوا المحلات، ده بالنسبه لي كان مميزات كلها. وكانوا ان الهيئة تمشي لو لقيت حد ما بيصليش ممكن تاخده وتحبسه. طبعا انا قعدت في السعودية 26 سنة، بفضل الله بفضل الله 26 سنة، عمر ما واحد من الهيئة قابلني، عمر ما واحد من الهيئة وقفني، عمر ما شرطة وقفتني، عمر ما جوازات وقفتني، عمر ما حد قال لي اقامتك 21 سنة، عمر ما حد، والله العظيم عمر ما حد قال لي اقامتك وريني اثباتك يعني في الطرق ولا المولات ولا. حتى كن لو انا ماشي من بلد لبلد، محافظه لمحافظه، ومعايا اسرتي اولادي في السياره، ما شاء الله يشوف الاولاد والاسره بيطمنوا امان يعني، حتى ما يقولكش انت فين الا في الظروف طبعا اذا كان في حاجه طارئه يعني. فبصراحه كان نظام عكس ما كنت بسمع، ودي اول حلقه في ان ازاي انا فكرت اسافر وحصل ايه لما كده اسافر. وسافرت تقريبا كان 1994 في اخر السنه، ما اعرفش شهر 7 ولا 8 الموافق 1414 هجرية تقريبا كده، في آخرها، لأن السنة اللي بعدها 1415 أنا حجيت، كانت أول حج ليا 1415 دي، منساش يعني. بس وإن شاء الله نكمل الحلقة الجاية بإذن الله. سلام عليكم.